واليوم وفي ظل الجمهورية اليمنية، فإن التحدي الاتصالي يخوضه الإنسان اليمني بمقدرة أكبر على الفعل المؤثر والإنجاز، تتبدى على أرض الواقع في كل أرجاء البلاد ووفقاً لأحدث أساليب وتقنيات العصر. آلاف الكيلومترات من الطرق الحديثة المعبدة أنجزت، ويتواصل إنجاز المزيد منها عبر مختلف التضاريس تربط مناطق البلاد ببعضها وتصلها بما جاورها من البلدان، فيما انتشرت على امتداد كل مناطق البلاد أحدث شبكات الاتصالات الهاتفية الثابتة والجوالة، وعمت منافذ تقديم الخدمات الاتصالية والمعلوماتية المدن والأرياف. المطارات الحديثة صارت اليوم في ظل الجمهورية اليمنية مرفقاً أساسياً في معظم محافظات البلاد، تنهض بقدر هام من حركة التواصل بين أرجاء البلاد وبينها والخارج. وعلى امتداد السواحل اليمنية وما يطل عليها من المدن العريقة أو الحديثة، أنشأت الجمهورية اليمنية أو جددت عشرات الأرصفة والموانئ الحديثة التي تستوعب نسبة كبيرة من حركة النقل والتواصل مع الخارج. التواصل الثقافي السياحي الذي تتولى الموانئ نسبة من حركته المتدفقة إلى البلاد اليمنية أخذ يشهد تنامياً مستمراً منذ قيام الجمهورية اليمنية، خصوصاً وقد غدا صناعة توليها الدولة جل اهتمامها وتحرص على توفير البنى الأساسية اللازمة لاستيعاب حركتها المتعاظمة. كما هو الحرص بشكل عام على توفير الأجواء والسياسات المناسبة لحركة الاستثمار في شتى المجالات، فضلاً عن تعزيز ظروف الأمن والاستقرار والتطور الكبير في واقع الحياة المدنية في مختلف محافظات البلاد، والتي غدت بمرافقها وأنظمتها وحيويتها تواكب أحدث إيقاعات الحياة المدنية في عالم اليوم. ولكن مع الحفاظ على الخصوصية الذاتية والملامح الأصيلة المتسقة مع البيئة الوطنية وموروثها العريق، إن الموروث المعماري في البلاد اليمنية بأنماطه وفنونه ومعالمه يشكل ثروة عظيمة تكشف عن المقدرة العالية للإنسان اليمني في إبداع حياته المجتمعية وتشكيل بيئته العمرانية بما ينسجم مع ظروف البيئة الطبيعية، وبما يحقق الفعالية والكفاية في ظل إمكانياتها. هذا الغنى الكبير في الموروث الوطني من المعالم العمرانية التاريخية أصبح يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة في ظل الجمهورية اليمنية، يحافظ عليها وتصان ويعاد ترميمها وتأهيلها وحمايتها كموروث إنساني، وكعنصر آخر من عناصر الجذب السياحي الكثيرة التي تتوافر لليمن وتشد إليها قلوب وأبصار الزائرين. من تلك العناصر الكثيرة التي تشد إليها القلوب والأبصار على أرض اليمن المصنوعات والمشغولات الحرفية التقليدية، وما تتسم به من جمال وإبداع
وتنوع واسع يغطي بكفاءة عملية الكثير من المجالات الحياتية والمعيشية، كما تحظى الصناعات الحرفية والتقليدية بالرعاية والاهتمام من قبل الدولة اليمنية، بما يساهم في الحفاظ عليها وتوسيع حضورها الحياتي. فإن واقع الحياة الحديثة ومتطلباتها قد استدعت تنامياً مضطرداً في حركة الصناعات الحديثة واستخراج الثروات الطبيعية واستثمارها لصالح مسيرة التنمية في مختلف المجالات على الأرض اليمنية. ومع تعدد قطاعات ومجالات الإنتاج الصناعي التي أصبحت تحتضنها أرجاء البلاد، ويتوافر للكثير منها خبرات متراكمة ومقدرات عالية في جودة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق، فلقد أخذت تتميز بجودة عالية العديد من الصناعات الوطنية المعتمدة على الخامات والمواد الأولية المحلية، محققة نجاحات كبيرة في الفوز بتفضيل المستهلكين لها في السوق المحلية والعديد من الأسواق الخارجية. الأيدي الماهرة والخبرات الفنية الدقيقة اليمنية أصبحت هي التي تشغل وتدير أحدث التقنيات الصناعية وغيرها، وهو ما يعكس مستوى التطور التعليمي والعلمي الذي استطاعت الجمهورية اليمنية أن تقطع فيه شوطاً كبيراً.